خير. الف الحمد لله على السلامه، نورت البيت. الله يسلمك اختي. اهلين يا ابي. اهلين. واصله يا ابي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا ابي. يا ابي شو اللي عاملينه مع نادر؟ شو عاملين؟ رجال انعطر، كيف بدك يانا نعطيه اختار؟ يا ابي اول باشتان نادر تصوب بالحرب هو وعم يدافع عن الشام ضد الفرنساوي، وتاني باشتان لولا نادر ما كنت لقيتني واقف هلا قدامك. شو يعني لك اخي؟ شو يعني؟ يعني الفشكه اللي اجت بايده لنادر كان جاي بصدري لالي. يعني نادر هو اللي حامى عنك؟ ايه اختي، هو اللي حامى عني وفداني بحاله. وشو طلع مع اهلي؟ قلعوه وقالوا له انت واحد مشلول وعالي لك يا باطل. بس نحن ما كنا بنعرف انه كل هالشي صاير يا ابني. يا بي نحن لو كنا بنعرف ما كنا عملنا هي. يا بي يا بي لو ما كان فاديني بحاله مو اصول اللي عملتوه بنوب مو اصول. وبعدين هلا هو الزلمه محفوط وما مبينه وين اراضيه. شو؟ قسما بالله اذا بيصير شيء على نادر ما رح سامحكم وما رح سامح حالي. اوعكم تكونوا مفكرين انه انا ما بعرف انه نعمت الا ايد بالموضوع، لانه هديك الثانيه جاي حسابها. خلص يا مو خلص، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. يا خوفي يا امي، يا خوفي الشيء اللي صار انه ما عاد يتصلح. والله نعمت اذا لسه بتتدخل بشيء هي او الواطي جوزها الورجيه. شو؟ شو دخلوا فاروق كمان؟ فاروق واحد واطي كان بده يسلمه للزيبق للفرنساوي بده يسلمنا كلياتنا.